إذن عن مستقبل اتفاق الهدنة في اليمن وإمكانية التوجه إلى حل سياسي، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي. أستاذ ياسين، مرحبا بكم. يعني لماذا يبدي سكان تعز واليمنيون بشكل عام تشاؤمهم من الهدنة الأممية التي أعلن تمديدها شهرين إضافيين؟ ما سبب ذلك أستاذ ياسين؟ تحية لك المشاهدين. طبعا هو ليس تشاؤم، هو يعني انزعاج وغضب، لأن هذه الهدنة لم تلبي احتياجات اليمنيين لا الأمنية ولا الإنسانية، فهي لم تفتح المعابر والطرق الرسمية المؤدية إلى محافظة تعز، لم تنهي الحصار الخانق الذي يفرضه الحوثيون على محافظة تعز، لم توقف الحرب في الجبهات، لم توقف التحشيد، لم يحصل الموظفون الذين يعملون تحت سيطرة الحوثي على المرتبات من عوائد بيع المشتقات النفطية ورسوم السفن التي ترسو في ميناء الحديدة. نعم. الأبعاد الإنسانية والاقتصادية لهذه الهدنة لم تتحقق للغالبية العظمى من الشعب اليمني بقدر ما هي تلبي تطلعات الجماعة الميليشياوية لتكريس نفوذها وقمعها ضد الشعب اليمني. لهذا هناك غضب وهناك استنكار لما يحدث من هذه جراء استمرار هذه الهدنة دون نتائج على الأرض. فالمسألة أنا في تقديري أن المؤشرات كثيرة على أن هذه الهدنة يعني باتت وسيلة من وسائل تحقيق أهداف كان ينبغي تحقيقها من خلال الحرب، وهي اليوم تحقق لأطراف الصراع من خلال هذه الهدنة. والهدنة المجتمع الدولي ينظر إليها على أنها استطاعت أن توقف الهجمات العابرة للحدود، لكن الحرب في اليمن على الساحة اليمنية لم تتوقف، وهذه الهدنة أصلا ما وجدت إلا لتحقق سلام اليمنيين. لا لتوقف الهجمات العابرة للحدود التي يمكن حسمها في الحقيقة من خلال عملية عسكرية شاملة تجتث الحوثيين وتنهي خطرهم العسكري. لكن للأسف هذا لم يحدث إلى الآن. طيب أستاذ ياسين، إذا كان المجتمع الدولي يرغب باستمرار الهدنة في اليمن، لماذا تترك الميليشيات الحوثية تواصل انتهاكاتها لهذه الهدنة؟ ما السبب في ذلك؟ لأن هناك أطراف دولية وإقليمية لها مصلحة في استمرار هذه الهدنة، فالمجتمع الدولي يحاول أن يقنع نفسه بأن هذه الهدنة ترفع عنه كلفة الحرب، كلفة الإنسانية للحرب في اليمن. وهذه الهدنة بالنسبة لدولة كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها جو بايدن يعني تعطي فارقا بين أداء بايدن وبين أداء ترامب فيما يتعلق ببؤر التوتر الدولي ومنها اليمن. استطاع بايدن أن يفرض هذه الهدنة من خلال الضغط على الأطراف. أيضا المجتمع الدولي في الحقيقة لا يزال يلتزم العقيدة نفسها تجاه اليمن، فهي عقيدة مشوهة للغاية، تعتقد أن الحوثيين شركاء في مواجهة الإرهاب ولهذا يتصرفون كما يحلو لهم. الطرف الآخر هو الذي يتم شيطنته، لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب اليمني بأي حال من الأحوال، والمجتمع الدولي سيصمت عن كل الانتهاكات التي يقوم بها الحوثيين ما دامت هذه الهدنة تحقق هذه الأبعاد السياسية بالنسبة للمجتمع الدولي، وفي نفس الوقت على توقف الهجمات العابرة للحدود، وهي هجمات دائما ما تلفت أنظار المجتمع الدولي، وربما يعني تضيف أعباء للمجتمع الدولي الذي يشعر بأنه يخذل شركاء استراتيجيين في المنطقة من خلال السكوت عن هجمات الحوثيين وإيران على هذه الدول. أستاذ ياسين، تعتقد أن النفوذ أو الوجود الإيراني في اليمن أثر على ما يسمى أو ما يطلق عليه بالمسار السياسي، أثر على ذلك؟ طبعا هو المؤثر الأكبر، ولكن أنا في تقديري أن إيران وصلت إلى اليمن وحازت ما حازته من أوراق قوية ومؤثرة على الساحة اليمنية بفضل الأداء الإقليمي المشوه والأحمق الذي مكن إيران من أن تسيطر على اليمن كما سيطرت على بقية الدول عديدة يعني في الإقليم. في النهاية إيران ما كانت اللي تحصل على ما حصلت عليه لولا يعني هذه السياسات المشوهة للأسف الشديد والخذلان وسوء التقدير وتواطؤ المجتمع الدولي، هو الذي مكن إيران من تحقيق ما أرادته في اليمن. لكن في النهاية في ظل أن هذا الرفض الشامل من قبل المجتمع اليمني بدور الوكيل الإيراني في اليمن وهم الحوثيون،
أعتقد أنه إذا ما تم دعم الشعب اليمني للخلاص من هذه الميليشيا بكل بساطة يمكن أن يعود الاستقرار إلى اليمن وتعود الدولة اليمنية قوية ومتماسكة وعنصر أساسي في استقرار المنطقة والإقليم. هناك من يقول أن عدم أخذ الخروقات الحوثية على محمل الجد يؤكد أن اليمن يتجه لحل ترقيعي، تتفق مع ذلك أستاذ ياسين؟ هذا كلام صحيح، هو ليس حلا ترقيعيا وإنما هو حلا تآمريا، لأنه يعتمد هذه الهدنة لكي يرسخ من نفوذ قوى الأمر الواقع ومن ثم يبني على نفوذ قوى أمر الواقع سلام هش وسلام مراوغ وسلام متفجر أو قابل للانفجار في أي لحظة، لأنه في نهاية المطاف السلام الذي يقوم على تحقيق مصالح قوى أمر الواقع ويراعي مصالح القوى التي استخدمت العنف والسلاح للوصول إلى أهداف سياسية هذا ليس سلام في الحقيقة، ولا يمكن أن يؤمن وثاق وطني شامل، ولا يمكن أن يأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب اليمني مطلقا. ولهذا نعتقد أن الهدنة جزء من مخطط تآمري يهدف إلى تسوية مشوهة ويعني قد ربما تقوم على أنقاض الدولة اليمنية، وهذا أخطر ما يمكن أن يتوقعه المرء باستمرار تعاطي المجتمع الدولي مع الأزمة والحرب في اليمن بهذا القدر من تخاذل، بهذا القدر من التواطؤ، بهذا القدر من التآمر. هناك من يعني يلقي باللائمة على المجلس الرئاسي، يقولون لماذا لم يقدم يعني ما وصفوه بنقلة نوعية في الواقع السياسي اليمني؟ ما دقت هذا الطرح وهذا اللوم أستاذ ياسين؟ يعني المجلس الرئاسي كما تعلمون تم إنشاؤه هو تجميع لقوى متصارعة في الأساس، وأعضاؤه يعبرون عن مشاريع سياسية متناقضة، وبالتالي لا نستطيع أن نضمن أولا موقفا متماسكا من قبل هذا المجلس تجاه قضايا كثيرة، الصراع الذي نشهده اليوم حتى في مناطق الشرعية، طبيعة المواجهة مع الحوثيين، هذا الأمر يصعب أن نتوقع أن المجلس يمكن أن يحدث فارقا، لأن تركيبته أضعفت بهذه الهيئة بهذه الصورة أضعفت المجلس وجعلت منه مولودا مشوها وواجهة مخترئة للشرعية اللي يفترض أنها تحظى باعتراف المجتمع الدولي. أنا في تقديري أن فصل المجلس القيادة الرئاسية عن داعمين الإقليميين غير منطقي، لأنه المجلس سيكون قويا بدعم دول التحالف وسيبقى ضعيفا، وجزءا من المشكلة ما دامت دول التحالف تريده أن يكون كذلك. من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، شكرا جزيلا لكم.